انتهت اليوم جلسات الحوار الوطني بعد أن شهد على مدار 3 أيام مشادات كلامية بين الخبراء الحاضرين والشبان بسبب استبعادهم من الحديثة. وقد تمخض الجبل فولد فأرا مذعورا تمثل في جلسات الحوار الوطني التي فشلت عن استحقاق وجدارة، نظرا لأن الجلسات ضمت العديد من رموز الحزب الوطني المنحل، وهي رموز التي شهد تواجدها في جلسات المؤتمر أولى أسباب فشل.